أنا حاسس إنه في تقصير، وتقصير من مين؟ أنا ماني عارف. رائحة التقصير لا يمكن يخطئها أنفي أبداً. أنا بالشغل يمشي زي الساعة، زي تكة الساعة. وهذه مهمتك أنت. اللي أنا أشك إنك تقوم فيها على الوجه الأكمل. أنت من متى آخر مرة اجتمعت فيها موظفينك؟ من متى بدلت عناصر فريقك واللي هم عيونك الساهرة التي لا تنام؟ من متى سويت جولات تفتيشية على مكاتب الموظفين؟ ولا فكرتك أنت بس عن المدير إنه الشخص يجلس وراء مكتبه ويعطي أوامر؟ لا، المدير لازم ينزل على الأرض، وإذا لزم الأمر ينزل تحت الأرض بعد. خلصت تنظير ومحاضرات، مدير لازم وين يروح وين يجي ومن ذا الكلام، وانت حضرتك من يوم ما جيت وانت قاعد على ذا الكرسي لا عارفين نشيلك ولا نوديك ولا نجيبك، باقي شوي ناخذك ونطلعك سيارة بالكرسي تبعك عشان تروح البيت. انت مفصول وانت تدمرت مثل ما الشركة كلها قاعد تتدمر، وانت هالكنا ذا الاجتماعات الصباحية اللي ما لها داعي. تبي تصير مدير؟ تبي تصير دكتاتور؟ هذه عقدتك في الحياة. طيب أبشرك يا سعادة المدير، قريب أنت والكرسي هذا بتكونون برا في الشارع. إيش قاعد تقول؟ الحقيقة اللي أنت ما أعطيتني مجال إن حنا نقول لك إياها، لين نهار إحنا نهزلك رؤوسنا حاضر سم أبشر وأنت هالكنا. الشركة كلها راحت، كل شيء راح وبيروح، وبنكون أنا وأنت برا الشركة ولا وبرا السوق بعد. كان راجعت إيميلك، راسلك مليون إيميل أقول لك مشاريعنا كلها واقفة، المشاريع واقفة، المشاريع واقفة، وانت ولا داري. شيل الليلة يا سعادة المدير، مبروك عليك انهيار إمبراطورية البهيتاني. وأنا ببقى ورا مكتبي، يوم أطلع من الباب هذا تطلع أنت معي. أبشرك تكون قريب جدا. إبراهيم لحظة أبيك، للدرجة هذه مستعجل على الشغل؟ لا ما أنا مستعجل، في شيء؟ طبعا ما أنت بخايف يفصلونك؟ أكيد. مين يقدر يفصل زوج حور البهيتاني أو حتى يقول لك كلمة ما تعجبه؟ هو الظاهر أنه في أحد الحين بيقول كلام ما يعجبني. أقول خلص موسم اعترافاتك لحور ولا لسه في شيء ثاني تبي تقوله؟